الحكومة المسؤولية ونحن نرصد وقائع فيما يتعلق بغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد على مستوى الفساد. لاحظوا الحكومة قالت في تصريحها بأنها ستساهم في شفافية التدبير العام. اليوم 7 يونيو 2022، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تنظم ندوة صحفية من أجل تقديم مذكرة إلى الحكومة من أجل سن برنامج لمحاربة الفساد، على اعتبار أن الحكومة في تصريح ديالها قالت بأنها غتهتم بالمسألة ديال التدبير المعقلان وديال الشفافية في تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد. منذ 8 شهور من تنصيب هذه الحكومة لاحظنا بأنه ولو بادرة من أجل محاربة الفساد، الشيء اللي جعلنا واحد المجموعة ديال التساؤلات كتطرح علينا، واش هذه الحكومة بالفعل عندها برنامج أو استراتيجية لمحاربة الفساد؟ واش هذه الحكومة مستعدة أنها تحل واحد المجموعة ديال الأوراش من أجل محاربة الفساد؟ فكنلاحظوا في السياق الحالي واحد المجموعة ديال التراجعات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في حقوق التظاهر، حق الاحتجاج، حق المسيرات، آخرها منع المسيرة ديال الجبهة الوطنية ضد الغلاء، كذلك منع واحد العديد ديال الجمعيات من عقد مؤتمراتها أو التوصل بتوصيل المؤقت ديال الهيئات ديالها. هذا كلها مؤشرات، إلى ضفنا لها مؤشرات أخرى فيما يتعلق بمحاربة الفساد ديال سحب قانون الإطراء غير المشروع في بداية الحكومة الأولى حاليا، كذلك سحب قانون ديال تقنين استغلال الملك العمومي سواء في المدن أو في البوادي، لأنه كنعرفوا حنا واحد العديد ديال الناس نافذين اللي كيستغلوا الجانب ديال البحر، كيستغلوا الملك العمومي إما ببناء فيلات أو بمشاريع سكنية، ويحبسوا حتى المواطنين من ولوج الشاطئ، بحيث هذه ملك عمومي تصبح ملك خصوصي بدون مبرر وبدون قانون. طبعا كذلك في المدن نفس الشيء تتعرض له الشارع العام، ولهذا نعتقد بأنه الحكومة تعطلت بزاف فيما يتعلق ببرنامج ديال محاربة الفساد، وفي هذا الصدد تنقدموا في هذه المذكرة مجموعة ديال التوصيات اللي كنتمناو أنها تساعد الحكومة في وضع برنامج واضح، وكذلك مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد اللي مجمدة شبه تجميد منذ المصادقة عليها في دجنبير 2015. سحب قانون تقنين الملك العمومي، وهذا مؤشر آخر لعدم وجود إرادة سياسية عند الحكومة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.